مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا يعني فقره اخبار طويله، لكن ايضا عندنا موضوع مهم جدا هنتكلم فيه عن الادمان وتعاطي المخدرات. الحقيقه الارقام عندنا مفزعه جدا. احنا بنتكلم في 10% من الشعب المصري اللي مقدر بحوالي اكتر من 90 مليون مواطن يتعاطون المخدرات. 10% من المصريين بيتعاطوا المخدرات، يعني احنا بنتكلم في فوق 9 مليون مواطن بيتعاطوا المخدرات. حجم تجارة المخدرات حجم بالمليارات، يعني الحقيقة يعني 400 مليار جنيه سنويا حجم تجارة المخدرات. 2.5% من المصريين مدمنين، يعني الإدمان وقع في براثنة 2.5% من المصريين. 10% اللي هو 9 مليون مواطن يتعاطون المخدرات. لكن هل ده يعني أنه القضية ميؤوس منها؟ لا، الحقيقة أنه العلاج ممكن والعلاج حقيقي والشفاء أيضا ممكن. النهاردة هيكون معنا 4 نماذج لشباب وقعوا في فريسة الإدمان وقدروا أن هم يتعافوا منها، بل قدروا أن هم يشتغلوا يكون عندهم مهن ويدوا دورات تدريبية لأيضا الشباب الراغبين في العلاج. وأيضا يكون معنا دكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والفنان محمود عبد المغني. فنان محمود عبد المغني عمل فيلم قصير 4 في 6 عن الإدمان، أيضا كان تابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان. الحقيقة أنه هذه قضية مهمة. هنعرف كمان إزاي الأهالي يعرفوا أنه أبنائهم في بداية الطريق، عشان نلحق الولاد في بداية الطريق بدل ما فجأة نلاقي نفسنا أمام مصيبة مش عارفين نتعامل معاها. فدي قضية بتهم بيوت كثيرة، خاصة أنه الحقيقة المخدرات بقت في متناول الجميع، والحقيقة أن سن التعاطي نزل وتراجع بقى 11 سنة. يعني يا جماعة ده شيء مفزع جدا ان احنا ولادنا اللي لسه في بدايه حياتهم حتى قبل البلوغ يبقى بنتكلم في تعاطي المخدرات. وده طبعا اصدقاء السوق والمجتمع، ده غير طبعا ان احنا عندنا 24% من السواقين سائقي المقطورات والنقل الكبير بيتعاطوا المخدرات، ده غير بقى سواقين المدارس اللي بيتم فحصهم بشكل دوري. إذن دي قضيتنا الأساسية. أرقام الحقيقة يعني مهمة جدا. 10% من المصريين بتعاطوا المخدرات زي ما قلت لكم، 27% من هؤلاء من الإناث، وده رقم برضو مفزع. 72% من الذكور، 24% من متعاطي المخدرات من السائقين، و 19% حرفيين. متوسط الإنفاق الشهري على المخدرات في 237 جنيه. هنتكلم في هذه القضية، لكن أيضا هيكون معنا عدد من المتعافين ونعرف تجربتهم، وهي دي الأهم، نسمع التجربة الإنسانية وإزاي قدروا أن هم يفيقوا من هذه الكارثة. خلونا نبدأ بالأخبار، ونبدأ بالأخبار الاقتصادية. بقالنا عدة أيام بنسمع وبنقرأ بعض المؤشرات المهمة من والشهادات الدولية اللي بتشير إلى بدء التعافي المالي لمصر. وانا هكون دقيقه جدا في استخدام الالفاظ هنا، لانه انا مش بحب ان انا اهلل بشيء الا لما نشوف له بيسس ونشوف له اسس ونشوف له قواعد. وزي ما قلنا ان احنا مش هندخل في حفله الدولار، فاحنا ايضا مش هندخل في حفله بانه الشهادات الدوليه بتؤكد تعافي الاقتصاد المصري. لا، هذه الشهادات الدوليه التي صدرت مؤخرا هي شهادات تؤكد أننا على الطريق السليم. وخلينا نكون بدقة، لا ندي نفسنا مخدر يعني زي المخدرات اللي هنتكلم عليها دي، ولا يشعر صانع القرار أنه هو كده قدر يجيب الديب من ديله. لا، إحنا صحيح على الطريق السليم، لكن لسه الطريق طويل جدا وصعب ومعقد. بعض المؤشرات جيدة ولكنها لا تكفي. أنا ما بحبش المخدرات، وما بحبش إن أنا أحس إنه في حالة سعادة بكل هذه الشهادات العظيمة واللي بتؤكد إن إحنا على المسار الجيد، ولما الشهادات دي تنقلب
ضدنا نقول ايه؟ اصل هم عايزين يوقعوا الاقتصاد المصري. خلونا كده بعقل نقرا الارقام ونحللها. نشوف هذه الشهادات وبكل موضوعيه. بلومبرج قالت ان مصر اصبحت جاذبه لمستثمري الاسواق الناشئه، وان هناك انتعاشه مرتقبه للصادرات والسياحه استفاده من التعويم، واكدت على ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج الى نحو 5 مليار دولار منذ التعويم. نشوف ايضا وكاله فاتش للتقييم قالت انه نمو الاحتياطي 26 مليار مؤشر ثقه للمستثمرين، وان التدفقات الدولاريه مؤشر على تحقيق مصر تقدم وبدايه استعاده التوازن في المعاملات الخارجيه، وان مصر جاهزه للحصول على الشريحه الثانيه من قرض صندوق النقدي والنقد الدولي، وتتوقع ايضا نجاح الحكومه في ضبط السياسات الماليه والسيطره على الاجور. استطلاع إرماس الأخير لحوالي 510 مستثمر يديرون أصول بقيمة 10 تريليون دولار، ودول مش في مصر ولكن في المنطقة الشرق الأوسط كلها، بيتكلموا على أن مصر هي السوق المفضلة للمستثمرين. 2017 46% قالوا أن مصر ستسجل أفضل أداء بين أسواق الشرق الأوسط الناشئة، 41% من هؤلاء المستثمرين قالوا أن الجنيه عند مستوى ما بين 15 و17 للدولار آخر 2017، و60% يرون أن أسواق الشرق الأوسط ستتفوق على الأسواق الناشئة، وده غير الكلام عن الاضطرابات السياسية اللي هتكون لسه مصدر للمخاطر في المنطقة. HSBC قالوا ان للدراسات الدوليه في مجال الاقتصاد، HSBC طبعا البنك مهم وطبعا له قسم للدراسات، قال ان تحرير سعر الصرف انجاز غير مسبوق، ضريبه القيمه المضافه سترفع الحصيله، مصر نجحت في تامين 20 مليار حتى فبراير 2017، و2017 بالنسبه ل HSBC هو عام اعاده التوازن الاقتصادي لمصر وليس التعافي الكامل. ده كلام المؤسسات الدولية. بالأرقام بقى تعالوا نشوف بعض الأرقام المهمة. أرقام المهمة عندنا مثلا إن المركزي النهاردة اتكلم على تحويلات المصريين في الخارج، وقال إنها ارتفعت بنحو 23% من يناير ده عن يناير السابق. أنا الحقيقة ما بحبش المقارنة بالشكل ده، لأن أنا لازم يعني لو هقارن أقارن بقى الشهر ده بالشهر اللي قبليه، والحقيقة إن إحنا حصل لنا ارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج منذ التعويم بحوالي 19%، احنا بنتكلم يعني 19.5% تقريبا منذ التعويم، لكن الارتفاع اللي هو 23% ده هو بيقارن يناير ده بيناير اللي فات اللي هو يناير 2016، وده كان رقم منخفض جدا. فأظن ان هنا لا تستقيم المقارنة، المقارنة تكون ما بين يناير وبين ديسمبر، وده نفس الرقم، احنا بنتكلم 1 مليار و600 مليون دولار في ديسمبر، 1 مليار و600 مليون دولار في يناير، إذا احنا في نفس المعدلات، المعدلات زادت فور التعويم، ومن وقت التعويم ابتدت المعدلات تزيد وزادت بمعدل 19%. فيعني ايه، نتمنى بس واحنا بنقارن ما نحاولش نلوي المقارنة علشان نبدو واو ان احنا عملنا حاجة عظيمة، لا، خلونا نشوف المقارنة بالشكل العلمي الدقيق، لأنه أي حد هيروح فاتح الكتاب هيعرف اللي هو الشهر ده من الشهر اللي فات وما إلى ذلك. إيه اللي فاضل؟ اللي فاضل دي مؤشرات لتعافي الأداء المالي، لكن الحقيقة أنه بدون استثمار، قانون استثمار، حل العقبات البيروقراطية للمستثمرين اللي ابتدت اوريدي الدكتورة سهر نصر تشتغل عليها، بدون هذه الأمور فإحنا بدون اتجاه إلى تصنيع واضح، بدون اتجاه إلى إنتاج، بدون إن إحنا نبص إلى مؤشر البطالة اللي واصل ل 15%، إلى مؤشر التضخم اللي واصل ل 30%، هذه المؤشرات الأساسية اللي لازم ننظر إليها. وبعدين ننظر إلى الدولار، أنا ما بحبش أشوف الدولار مؤشر، ولكن البعض بيراه مؤشر. الدولار زايد، سعر صرف الدولار أمام الجنيه زايد، يعني كل الذين احتفلوا بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه وإحنا قلنا لا وقت للاحتفال ما صدقوناش، وقالوا أنتوا بتدونا أخبار كئيبة. طبعا الدولار ابتدى سعر صرفه يزيد عن الفترة اللي فاتت. ليه؟ أسباب بسيطة جدا يا جماعة. واحد،
سعر اللي حصل الطفره نزولا دي ما كانتش قايمه على اسس حقيقيه، كانت في حاله بانيك في السوق، لا يوجد انتاج او تصدير او سياحه دفعت بالاسعار للتحسن. ثلاثه، انا ابتديت اشوف الضغط نتيجه فتح باب العمره ونتيجه استيراد رمضان، وده اختيارنا احنا، اخترنا العمره ورمضان، وبالتالي نستحمل بقى ارتفاع سعر صرف الدولار. ولما قلنا قبل كده في هذا المكان ارجوكم العمره هي يعني مش فريضه، خلونا في الحج. شركات العمره انزعجت جدا وقالت انها بتشغل ناس، ماشي تستحمل زي شركات السياحه، لكن انا دلوقتي بتكلم على الاف المصريين اللي هيبتدوا يضغطوا. بالفعل النهارده كان في اتفاق بين البنوك وبين شركات السياحه التي ستقوم بالعمره انه على توفير 700 مليون ريال سعودي للناس اللي هتروح العمره، وفي 1000 ريال لكل معتمر. هيحصل ضغط على الدولار بالتاكيد لمده 3 شهور، طبعا هيحصل ضغط على الدولار، طبعا هيحصل ضغط على الدولار ده اكيد. الحاجة التانية، ابتدينا نستمع بقى إلى استيراد اليميش واستيراد المكسرات، وابتدينا نسمع عن احتمال نسمع استيراد الفوانيس، وهنرجع تاني لحالة الاستيراد اللي قبل رمضان. والحقيقة إن أنا كمان منزعجة جدا إن أنا أسمع إن وزارة التجارة الداخلية كمان بتفكر باستيراد اليميش والكلام ده. يحصل إيه لما نعيش من غير يميش السنة دي؟ ومن يعني فوانيس بنعملها تحت الربع وبنعملها في مصر وعندنا كل مصانع وورش الفوانيس. احنا لازم ناخد قرارنا كدولة وكشعب وكمواطنين وكحكومة. هو احنا مصرين نعيش في رفاهية ان يبقى عندي مكسرات، ولا نقدر نستحمل سنة او سنتين عشان ما يبقاش في ضغط على الدولار؟ احنا محتاجين ان احنا نفهم. ايضا موضوع العمره انا اظن انه كان ممكن يتاخر شويه، لكن الشركات كانت ضاغطه بشكل كبير لدرجه انها اعيدت العمره مره اخرى، ونستحمل بقى الضغط على الدولار. طيب معي على الهاتف استاذ هاني جنينه، الرئيس قسم البحوث بحوث بيبلتون فاينانشلز. هاني، يعني لما الناس بتقرا المؤشرات الإيجابية اللي خارجة من المؤسسات الدولية وبعدين تشوف ارتفاع سعر صرف الدولار، بتحس ان في تناقض بين الأمرين، فلو تشرح لنا هذا التناقض. مساء الخير يا مدام لميس. هو مفيش تناقض خالص، بالعكس اللي احنا شفناه يمكن على مدار الثلاث ايام او الاربع ايام اللي فاتوا ويمكن اسبوع كمان، سعر الدولار فعلا ابتدى يرتفع قصاد الجنيه. لما ابتدى يرتفع قصاد الجنيه ابتدى العملاء الاجانب يشتروا تاني في البورصه، وبعضهم ابتدى يتراجع شويه عن بيع في اذون الخزانه او سندات الخزانه، لان هم شافوا ان فعلا ده كونفيرميشن او تاكيد ان مصر بتعمل فري فلوت او بتعمل تعويم لسعر الصرف كما يقول الكتاب زي ما بنقول، ان فعلا في اتجاهين في سعر صرف العمله وليس اتجاه واحد، في شبهه تحكم من البنك المركزي. فاللي انا شايفه دلوقتي بالعكس ده تاكيد ان مصر فعلا على الاسلوب السليم. طب هو ليه بيحصل ضعف فعلا في سعر صرف الجنيه دلوقتي او خلال الاسبوع اللي فات؟ الاسباب اللي حضرتك قلتيها دي اكيد طبعا في ضغط عشان رمضان، لكن في اسباب اكثر قوه ولها علاقه بالاقتصاد العالمي اكتر منها ما لها علاقه بالاقتصاد في مصر. دلوقتي حضرتك شفتي مثلا في الشهر اللي فات شفنا ان البنك المركزي المصري زود حصته او زود مشترياته من الذهب، دي كان اول مره يعملها من سنين. اشترى تقريبا 19000 اوقيه زودته الاحتياطي، وكان فيها نوعا ما مؤشر ان البنك المركزي شايف اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي. ابتدى يحصل تخوف دلوقتي من الانتخابات في اوروبا سواء في ايطاليا او في فرنسا، انها ممكن تؤدي الى تفكك مثلا منطقه اليورو، بالتالي ضعف اليورو قصاد الدولار. ابتدى يحصل تخوف من تباطؤ في الصين، وان الصين ممكن تستخدم انها تضعف العمله الصينيه مقابل الدولار عشان تزود التنافسيه. فان دول كلها في العالم ابتدت تتجه دلوقتي ان انا اضعف سعر عملتي عشان اصدر اكتر، فمصر لا يمكن انها تفضل بعمله قويه. فبالعكس في اتجاه البنك المركزي هتنسيب العمله انها تضعف، هو اتجاه او تماشي مع الاتجاه العالمي ان كل دوله بتحاول تحافظ على صدرها. لكن في النهايه ارجع تاني هاني واقول لك ان احنا دوله غير مصدره، احنا دوله اساسا مستورده، فهل اضعاف العمله ده في صالحنا ولا مش في صالح؟ خاصه انه اضعاف بكتير، يعني في النهايه انا بيأثر ده على الاسعار وبيرفع لي التضخم. طبعا بس طبعا ده كلام صحيح، ولكن ايه اللي هيخليني ابقى اقلب من دوله مستورده لدوله مصدره؟ ان انا عملتي بتبقى ضعيفه فالاستيراد هيفضل غالي، فهبتدي اتحول للمنتج المحلي، والمستورد الاجنبي
هيشوف منتجاتي رخيصه هيستورد مني، فشويه شويه هنلاقي في استثمار في القطاع التصديري. على فكره ده حصل في مصر وحصل في قطاعات بلاد كثيره جدا. يعني دلوقتي ناس كثيره قوي من المدرجين، شركات مش هقدر اقول اساميها طبعا، شركات كانت شغاله بالاساس في القطاع الاستيرادي او جزء من عملياتها عمليات استيراد بحت وليس تصنيع، ابتدوا دلوقتي يفكروا من 6 اشهر لا هنعمل مصانع سواء في العين السخنه او في العاشر رمضان عشان نصدر منها. وهي دي نقطه مهمه جدا، التحول بقى من الاستيراد للتصنيع وللانتاج وللتصدير، هو ده اللي احنا محتاجينه يعني. وايه اللي هيخليهم يعملوا كده غير لما يشوف بالعكس الجنيه ضعيف، وهيستمر الضعف بتاعه ده لفتره زمنيه اقدر احقق فيها الارباح من التصدير. فاعتقد ان ضعف الجنيه ده بالعكس بيدعم التحول لمصر تشهده من دوله مستورده لدوله مصدره، فانا مش شايفه بصراحه بالسلبيه في الوقت الحالي، وشايفه متماشي عن اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي، لان مصر العمله الوحيده بتاعتها هي اللي بتقوى. لا احنا كده هنتضرر جامد جدا على الامد المتوسط. بشكرك هاني جنينه بلتون فاينانشلز. ايضا معايا الدكتور عمرو حسنين خبير التصنيف الائتماني. دكتور عمرو مساء الخير. يعني هل الشهادات الدوليه بدء التعافي او بدء التوازن للاقتصاد المصري، انت بتبص لها ازاي؟ بتبص لها انها مؤشر بدايه تحرك، ولا بتبص لها انك تحتفي بيها، ولا ايه بالظبط؟ انا ببص لها اهلا بيكي اولا وبالمشاهدين. انا ببص لها الحقيقه على انه في متابعه جيده واهتمام المؤسسات العالميه بمصر وبالاقتصاد المصري، وده موضوع يهمنا جدا. في اشارات ايجابيه هم قالوا عليها، من اهم الاشارات الايجابيه اللي هو ارتفاع قيمه الجنيه المصري، وكما وصفته شركه فيتش بتقول لك انه ارتفع بقيمه اكبر واسرع مما توقعنا. فده نقطه مهمه هم قالوها. الانين هم على الارتفاعات في الاسعار، وعلى هل الناحيه الاجتماعيه بالنسبه للشعب المصري هتعمل ايه، وهل ممكن ارتفاعات الاسعار وغلاء المعيشه يؤدي الى شيء من الاضطرابات الاجتماعيه او القلق الاجتماعي، وهم قلقانين من الناحيه ديت. لكن هم شايفين انه ارتفاع قيمه الجنيه، التقليل من الاستيراد المفروض ان هو يقلل من عجز الموازنه ويبتدي يحط الارقام، خدي بالك انا بقول ايه يا استاذه، الارقام على طريق احسن مما كانت. احنا طبعا عايزين الواقع يعكس بقى بعد كده الارقام، لكن هم بيقول لك الارقام هتبتدي تتحسن عن قبل كده، وبيتوقعوا ان ده على نهايه 2017 يبتدي التحسن في الارقام يظهر، ده توقعهم. لما وانا كنت بكلم مع هاني جنينه في الموضوع ده، لما بيسمع، لما المواطن او المتابع يعني للشان الاقتصادي بيشوف ان هذه الشهادات ايجابيه، لكن الدولار عمال يرتفع يعود للارتفاع تاني امام سعر صرف الجنيه، ما بيقول لك الله، طب هي مش ايجابيه، طب وليه سعر العمله بتاعنا ما بيتحسنش؟ ما هو ده موضوع مهم جدا، وربما أثير في أكثر من برنامج من برامج بتاعت سعادتك إنه إيه اللي خلاه ينزل في المقام الأول؟ ده موضوع مهم. وهل نزوله كان مبرر بالتبرير الكافي؟ وهل النزول ده اللي بنسميه سستينبل؟ سستينبل يعني مستدام. إحنا عايزين النزول بتاع الدولار وصعود الجنيه يبقى مستدام، يبقى حاجة نتيجة عوامل داخلية احنا عملناها بايدينا، اننا صنعنا اكتر، اننا صدرنا اكتر، ان في استثمارات خارجية، مستثمرين من بره جم وحطوا فلوس عندنا اكتر. هي دي العوامل ان احنا لما نشوفها ننبسط بيها ونسعد بيها ونفرح بيها ونتكلم عنها. لكن ده طبعا بنرجو ان نحرص، يعني لسه ما شفناش الكثير من هذا، نتمنى انه يحدث. من ناحيه اخرى، عمليه تهذيب اسلوب استهلاكنا، تهذيب اسلوب استيرادنا، ده مهم، واعتقد ان احنا ابتدينا نقطع شوط في هذا المجال. ولو تذكري كنا مع بعض في رمضان اللي فات، وكنا بنقول يا رب في رمضان نعرف نهذب برضو استهلاكنا شوية، نقلل صادراتنا شوية، نقلل استهلاكنا بصفة عامة. هو ده اللي احنا محتاجينه في الفترة اللي جاية، إلى جانب إننا ننتج ونطلع منتج مصري ونطلع دولار مصري خارج من عندنا، ده مهم قوي.
بشكرك دكتور عمرو حسنين، رئيس شركة خبير التصنيف الائتماني. والحقيقة هو بيتكلم عن تهذيب سلوكياتنا، تهذيب ان احنا استيرادنا. انا قلقانة انه ارجع تاني اشوف المشهد بتاع السوبر ماركت، الناس في قبل رمضان بيوم او قبل رمضان باسبوع ماشية بالتروليز قد كده وكلها بضائع وكلها سلع. يا جماعة رمضان ده شهر الصيام مش شهر الاستهلاك والاكل، ارجوكوا نفكر بهذا الشكل. حتى لو عملنا عزايم لازم نفكر بهذا الشكل، احنا لم يعد لدينا القدره. خلونا نعيش على قدنا، نعيش على البلد دي محتاجه تعيش على قدها. مشكلتها ان احنا بنعيش اكتر من احتياجاتنا، ونقول لك معلش نخلف اكتر من اللي نقدر نخلف عليهم، نخلف بالثلاث واربع عيال ونقول معلش اصل كل عيل برزقه. نتكلم على رمضان ونعمل سفره ونعزم الناس قد كده ونقول معلش ما هو رمضان يحب اللمه. نيجي بقى للعمره. العمره اللي يعني انا مع الحج، لانه الحج في النهايه هذه هي الفريضه، لكن انا بتكلم هنا على شعيره ولازم نعرف في الحياه اولوياتنا عامله ازاي. ولكن كان في اجتماع النهارده بين البنوك العامه وبين شركات السياحه، وتم تخصيص 700 مليون ريال لشركات السياحه لموضوع العمره. الاستاذه ايمان سامي رئيس سياحه دينيه بغرفه شركات السياحه. استاذه ايمان لو تقول لنا ماذا دار في هذا الاجتماع. مساء الخير مدام نانيه. مساء النور. النهارده اجتمعنا مع رؤساء البنوك العامه، البنك الاهلي وبنك القاهره وبنك مصر، واتفقنا معاهم بحضور وزارة السياحة، مندوبة وزارة السياحة، واتفقنا ان هم هيدبروا العملة للفترة اللي جاية رجب شعبان رمضان بالنسبة للشركات، وكمان هيدبروا العملة للمعتمرين بقيمة 1000 ريال لكل معتمر وهو مسافر لما يقدم الباسبور بتاعه مع التأشيرة مع التذكرة. سؤال يا أستاذة إيمان، هم ليه البنوك تدبر العملة؟ ما كل معتمر يقدر يشتري من السوق عادي من الصرافة. أكيد حضرتك عارفة إنه لو هو إن إحنا اتجهنا للسوق الصراف السعر هيغلى. فطبعا كونهم النهارده إنهم طب ما هو ده اختيار، يعني معلش أنا أوفر معلش أنا بس عندي مشكلة، أنا أوفر العملة للسكر والزيت والأكل الناس وللدواء. ليه انا ملزمه كبنوك عامه ان انا اوفر الدولار للعمره؟ والله يا فندم ده احنا كنا طلب لينا ورجاء ان هم يوفروا العمله، لانه السعر كان هيزيد جدا وكان سعر الدولار هيرتفع في البلد كلها. اما طبعا الاولويه دي ترجع للدوله، والحمد لله انا بالنسبه لي ده حاجه كويسه جدا انهم وفروا لنا العمله بدل ما نرجع للصرافه والاسعار تعلى. طيب والدولار يعني ال 700 مليون ريال دي يعني للشركات، يعني عايزه افهم بالظبط موفره لمين؟ للشركات يا فندم، الجزء اللي هيدفع بالريال في السعوديه فهي هتوفره لنا، انها تحول لنا الفلوس للوكيل السعودي اللي هو بدوره هيسدد الفنادق والانتقالات وما شابه ذلك. بشكرك. كم شركه سياحه يعني متوقعين كم معتمر في رجب شعبان رمضان استاذه؟ والله احنا في الدراسه اللي قدمناها النهارده قلنا ان احنا متخيلين انهم ممكن يبقوا 500,000، لكن انا اعتقد انهم هيبقوا اقل من كده لان الفتره قليله جدا والوقت مضغوط وفتره امتحانات، يعني في عوامل كتير، وطبعا برضو مع العمله وزياده الاسعار نص مليون معتمر. أو أقل. المعتمر تقريبا بيصرف كام أستاذة إيمان؟ البرامج بتفرز يا فندم، ما بين في برامج بتتكلف 700 ريال في السعودية اللي يتحول لها، في برامج 1500. لا 1500 في إيه؟ في الرحلة؟ إحنا قللنا يا فندم، يعني كل دلوقتي الشركات اتجهت إنها تقلل فترة البرنامج. دلوقتي في برامج 6 ليالي. البرامج يعني زمان كانت بتبقى 15 يوم وفي برامج كانت بتبقى شهر، دلوقتي خلاص كله دلوقتي بيتجه انه انا شايفه حتى ان في رحلات بتبقى 4 ليالي دلوقتي. طب نتكلم يعني في اسعار من كام لكام رحلات العمره يا استاذه ايمان؟ في النهارده اسعار ب 8.5، في اسعار ب 12، في اسعار ب 20. طب نتكلم ايه، مصري ولا ايه؟ مصري يا فندم، مصري يا فندم. طبعا يعني 25% اقل حاجه كام؟ اجيب التذاكر 8500 جنيه ده اقل حاجه بالتذاكر 8500. أيوة جنيه. واغلى حاجه ايه؟ يعني مثلا 25,000 22,000 الحدود دي. واحنا متوقعين نص مليون معتمر في الثلاث اشهر دول.
يعني ده الحد الاقصى اللي احنا عملنا عليه الدراسه بتاعتنا، اللي احنا متوقعين انهم يبقوا اقل. كم شركه بتشتغل في السياحه الدينيه؟ لغايه دلوقتي اللي وثقوا العقود بتاعتهم حوالي 700 وتقريبا و30 او 40 شركه. احنا هنقفل التوثيق يوم 12، فجايز كمان يزيدوا مثلا 30 شركه او حاجه. ومتوسط انفاق المعتمر قد ايه؟ من كام لكام يعني ممكن ينفق المعتمر؟ هو حسب برضو حسب الحاجات الشخصيه ولا الشركات؟ لا الحاجات الشخصيه يعني بيون انفاقه. الحاجات الشخصيه حسب ما احنا قلنا النهارده ان الدوله هتوفر لكل واحد بالسعر البنكي هيكون في حدود ال1000 ريال. شكرا استاذة ايمان سامي رئيس السياحة الدينية بغرفة سياحة الشركات. استاذ محمد العتريبي رئيس بنك مصر، يعني طبعا اكيد غرفة السياحة سعيدة، لكن انا لازم اقول لحضرتك ان انا يعني عندي مجموعة تساؤلات يا استاذ العتريبي. اين الاولويات في البلد؟ يعني الفلوس والضغط على الدولار وكل ده، هل اولوياته اكل وشرب الناس والدواء اللي عندنا فيه ازمة والمشروعات اللي عندنا فيها محتاجة فلوس ولا العمرة؟ برحب بيك اولا. اهلا بيك. يعني مين قال لسيادتك ان احنا الاولويات؟ احنا كبنك مصر والبنك الاهلي احنا ما عندناش طلب واقف، فطبعا الاولويات موجودة للادوية، واحنا ما عندناش طلب. احنا فاتحين اعتمادات لغاية النهاردة، انا من ساعة التعويم فاتح ب2 مليار دولار اعتمادات، ما عنديش طلب واقف لعميل سواء سلع اساسيه او غيرها او غير سلع اساسيه. انما المهم في ايه؟ لو انا ما لبتش طلبات السلع الغير اساسيه حتى والاساسيه، هنرجع نخلق سوق سودا تاني. احنا مش عاوزين نصل لهذا الكلام. فعشان كده احنا اخذنا قرار البنوك الوطنيه مع البنوك الاخرى ان احنا هيجي لنا من شركه السياحه، من وزاره السياحه، لاسماء الشركات هتبقى معتمده منهم، وبالتالي هيحط لنا المصري هنمول الريال. انما لو انا ما مولتلوش الريال هيرجع لسوق الموازي. فانت بتعمل ده يعني هنا بقى في فكره اقتصاديه في الموضوع، فحضرتك او البنوك العامه بتعملوا ده درءا لموضوع السوق السوداء، عشان هو لو راح السوق السوداء ده بيعمل فجوه تاني وبيرفع السعر. تمام. وبعدين زي عاوز اقول لسيادتك حاجه، لا اما يبقى نابع من شعور الناس المجتمع المدني ان هو اللي طلع عمره مره ما يدفعش كل سنه، نعدي بس السنتين دول. موضوع اليميش زي ما سمعتك وتفضلتي وقلتي، ما هو لازم البنك المركزي لوحده، البنوك لوحدها، الحكومه، المجتمع المدني لازم يبقى له دور. فاحنا لازم يبقى من عندنا ان احنا ما نقبلش على منتج سلعه مش محتاجينها ضروريه، نعدي بس السنه سنتين دول والدنيا بتتحسن. ما هو على فكره انا بس عايز اقول لك ان احنا لو تركنا الامر لمشاعر الناس للاسف يعني مش هينفع، لانه للاسف يعني انت عندك. انا ما اقدرش امنع يعني انا ما بقولكش امنع، انا بقول ان هو كل واحد يجيب العمله بالطريقه اللي هو يشوف يعني بالطريقه المزنوق يجيب العمره بالسعر الغالي. لكن انا ليه امول له؟ انت بتمول حوالي، انت بتتكلم في 3 مليار و115 بسعر النهارده، 700 مليون غير ال1000 ريال لكل معتمر اللي هو نص مليون معتمر، احسب بقى ده على 3 شهور. بس هو النقطه في حاجه، لو انا ما لبتش طلبات حتى السلع غير اساسيه، لو ما لبتهاش كبنوك هيلجا للسوق الموازي، هنخلق سعرين تاني ونرجع نقول احنا ما دام مسموح باستيراد سلع غير اساسيه امنع السلع الغير اساسيه خلاص. انما لو مسموح الراجل لو ما لجا للبنك والبنك ما مولوش هيلجا للسوق الموازي، هنخلق سوق موازيه تاني. احنا يعني الحمد لله الطلبات يعني ما فيش طلب لعميل سواء سلع اساسيه او غير اساسيه عندي واقف في بنك مصر والبنك الاهلي، وانا متاكد من هذا الكلام. بس فلازم ان احنا نغطي السلع الاساسيه والغير اساسيه، نغطي موضوع العمره عشان ما نخلقش سوق تاني وما نخلقش سعرين في البلد. احنا عاوزين سعر واحد، البنوك هي اللي بتتحكم في سعر العمله طبقا لاليات العرض والطلب. الان من عوده السوق الموازيه استاذ اتربي ابتدينا نشوف يعني فروق مش كبيره بس ابتدت تتسع وتضيق. ما هو لو سيادتك تاخدي بالك ان احنا كان الدولار كان طلع ل 19 جنيه و70 ونزل ل 15 جنيه و70 وطلع تاني ورجع نزل تاني ل 15 70، النهارده احنا بنتكلم في 16 جنيه 60 70. فده معناها ان احنا بنتحرك مع العرض والطلب لما الموارد بتتوفر وبيحصل. يعني انا من اسبوعين
كان وصلت لي الحصيله كان بيجي لي 50 مليون دولار في اليوم. هنرجع تاني الحصيله هتقل، هضطر ارفع السعر عشان اجيب الحصيله تاني، وهكذا. احنا متوقعين هذه التقلبات في الفتره اللي احنا بنمر بيها لغايه لما الامور الحمد لله في تحسن. احنا متوقعين خلال هذا العام يحصل استقرار. وبعدين الحاجه المميزه اللي انت شايفاها دلوقتي انه السعر بين البيع والشراء كان زمان الفرق جنيه، النهارده الفرق 10 سعر. يعني انا ببيع ب 60 وبشتري ب 60 وببيع ب 70 في 10 سعر، والبنوك كلها كده. الفروق بين البنوك كانت زمان مرتفعه، لا يعني السوق بينتظم صحيا. صحيح. وعموما كل المؤسسات الدوليه بتتكلم من 15 ل 17 يعني عموما، يعني انا مش عايزه اسخرك عن السعر. ما هو يعني برضو طبعا شركات التقييم بتقول هذه الاسعار، عشان كده احنا برضو بنقول انه لما حصل تحريز سعر الصرف حصل اوفر شوتنج، يعني السعر طلع يعني مبالغ فيه، فهو بيصحح نفسه مع تحسن المؤشرات الاقتصاديه، عجز الموازنه اللي بيتعالج من الحكومه، مع الاستيراد اللي هو وزير التجاره قال انه الاستيراد انخفض في شهر يناير وفبراير، التصدير ابتدى يتحسن، الامور هتتحسن، هيحصل مع وعي بقى المجتمع المدني. وعي المجتمع هو ده اهم حاجه عندنا، وعي المجتمع اللي نتمنى ان احنا نعول عليه. انا بشكرك جدا استاذ محمد الاتربي رئيس بنك مصر مره اخرى. رمضان مقبل علينا، كل سنه وانتم طيبين. ارجوكوا، ده احنا في وضع صعب، البلد في اقتصاد صعب، ده لازم نعول على وعي الناس. واتمنى ان كمان بصراحه وزاره التموين ما تحطلناش بقى اليميش والكلام ده من شنط رمضان وشنط التموين. خلونا نعرف يعني ايه، يعني ايه نقدر نعيش ازمه اقتصاديه ونعديها، هنعديها، لكن طول ما احنا مصرين ان احنا زي ما احنا وما فيش اي حاجه تاثر علينا وما نعملش اي حاجه وكله نصرف زي ما كنا، ما ينفعش. ده نفس الشيء بالنسبه للعمره، انا ممكن اختلف مع الاستاذ اتربي بس انا فاهمه وجهه نظر ونظر البنوك انك مش عايزه اضغط، مش عايزه اخلق سوق سودا، لكن انا شايفه ان بصراحه بالنسبه للعمره عايز يروح يعمل عمره يجيب الفلوس من السوق السوداء حتى لو بسعر غالي، طالما انها كمان يعني ممكن يوفروا له البنوك لو اصحاب العمره الاولى. لكن العمره الخامسه والسادسه والسابعه لا، ده كتير يعني. ده زي العيال الاربعه وخمسه اللي انا شايفه ان هو يتوقف عنهم الدعم بصراحه، ما ينفعش، احنا بلد فقيره. طيب خلونا ننتقل لخبر اخر اقتصادي ايضا، وهو اخيرا صفقه بيع سي اي كابيتال، الجناح الاستثماري لبنك سي اي بي او التجاري الدولي. انتوا فاكرين هذه الصفقه تعرضت لتعثرات وكانت تتباع لبلتون اللي بيملكها مهندس نجيب ساويرس اوراسكوم، ثم رفضت الصفقه من الرقابه الماليه، وبعدين رجعنا تاني هناك طلبات من مستثمرين اخرين. اخيرا الرقابة المالية أو يعني التجاري الدولي حصل على عدم ممنعة من هيئة الرقابة المالية على 12 من بين 15 من المستثمرين الذين تقدموا لشراء 71% من الأسهم. أستاذ محمود عطالة رئيس تنفيذي لبنك الاستثمار سي اي كابيتال، محمود مبروك. يعني عايز أقول لك مبروك، لأنه يعني إحنا خلاص الصفقة دي كنا نسيناها تقريباً. واحنا كمان والله. يعني اشرح لي بالظبط ايه عدم الممانعه كان على مين؟ يعني انتوا كده هتبيعوا قد ايه؟ واشرح لنا تفاصيل الصفقه. لا هو الـ 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 حجم الصفقه لم يتغير، الفالويشن بتاع قيمه بنك سي اي كابيتال لم تتغير، الهيكل بتاع المشترين تقريبا هيظل زي ما هو، لان ما حصلش رفض من هيئه الرقابه الماليه لاي من المتقدمين. هو عدم ممانعه جه لان مهله اللي هي اللونج ستوب ديت، الحد الفاصل اللي تم الاتفاق عليه بين البائع اللي هو السي اي بي وبين مجموعه المشترين كان يوم 3 مارس، فالموافقه جت على عدد من تقريبا يقارب اللي حكوا فيه من المتقدمين للشراء، وده مش معناه رفضه. الحقيقه دكتور شريف سامي رئيس هيئه الرقابه الماليه وضح لي ان العدد اللي السي اي بي خد عدم الممانعه عليه مش معنى كده ان الباقي تم رفضهم، ولكن في اوراق حتى هيتم استيفائها، واعتقد ان كلهم يعني ثلاثه او اغلبهم هيرجعوا للصفقه ثاني. انما في مجمل
الصفقه لن يتم حدوث تغيير كبير في هيكل المشترين. احنا بنتكلم في قيمه الصفقه، لو نرجع نفكر الناس مره اخرى كانت قد ايه يا استاذ محمود؟ قيمه الصفقه، قيمه السي اي كابيتال تقريبا مليار جنيه، والمشترين تقدموا لشراء 72% من الصفقه، حوالي 70%، يعني تقريبا 700 مليون جنيه. اذا يعني احنا بنتكلم كان المتقدمين 15 وتمت الموافقه على 12، بس طب هو ازاي بنتكلم ان الثلاثه دول يعني سقطوا منهم ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ انا عايزه افهم. لا لا لا، ما هي عدم المنعه دي بتيجي الاوراق، سواء الاوراق دي متعلقه باشخاص اعتباريه او اشخاص معنويه، ففي اوراق لسه هيئه الرقابه الماليه طالباها من باقي المشترين، وزي ما قلت لحضرتك تم التاكيد ليا ان ما حدش فيهم اترفض يعني. احنا بنتكلم الثلاث اسامي، يعني القايمه بتتضمن، خلوني اقول مجموعه من الاسامي، دكتور علاء عرفه، محمود الجمال، يعني في اسماء اخرى كثيره، عائله زهران، ايمن ممدوح عباس، شامل ابو الفضل، فهد خاطر، يعني تقريبا دي بعض الاسامي، اللي ما خدتش موافقه اعتقد كان ممدوح عباس على ما اعتقد، و الاستاذ ممدوح عباس تحديدا كان ما جددش حتى كان بعد يعني جدد شهر وشهر اخر، وبعدين ما جددش الطلب الفتره الطلب لان الموضوع كان طال منه قوي. فلا يعني ما هو الاستاذ ممدوح عباس كان لم يبدي يعني رغبه في الاستمرار بعد اول شهر، لان هو زي ناس اخرين تصوروا ان الصفقه مش هتمر يعني. والحقيقه ده كان انديكيشن كويس جدا للسوق ان مفيش صفقه بتقف بدون سبب، وكل الكلام اللي اتقال ان الصفقه مش هتمشي مشيت وتوافق عليها. بس انا لا استبعد ان الاستاذ ممدوح عباس يرجع تاني يعني. لكن كمان من الاسامي اللي لسه ما حصلش عليها كليرنس كان استاذ شامل ابو الفضل، شركه كومبس كابيتال، وصديق عفيفي، مؤسس مجموعه طبيه طيبه التعليميه، مظبوط؟ ما انا لو قلت لحضرتك ان حد فيهم جاء اسمه في عدم الممانعه يبقى الاخر ما جاش. هو الحقيقه الاسامي عند السي اي دي بصفته البائع، بس باكد لحضرتك ان في اوراق ناقصه هتيجي، في اسامي حضرتك قلتيها دلوقتي انا في حل من ذكرها، لا جت الموافقات عليهم وجت عدم الممانعه. هل على فكره عدم الممانعه ده معناه ان لو في ممانعه هيبقى لها اسباب وهتعلن. حتى الان لم يحدث رفض لاي حد. طيب خطوتكم الجايه متى سيتم اتمام هذه الصفقه؟ هتطرحوا حاجه في البورصه؟ قول لنا خطتكم الجايه ايه؟ اولا نقطه اخيره في هيكل المساهمين الجدد، هي الحقيقه لان المساهمات في اغلبها اقل من 10%، والاغلب كمان قوي انها اقل من 5%، فلو الثلاث اسماء اللي لم يرد حتى الان لن يمنعوا تنفيذ الصفقه حتى لو دخلوا بعد كده، لان النسب ما هياش كبيره لاي اسم، والاسامي الكبيره تم قبولها كمان يعني اللي تقترب من ال 10%. بالنسبه لاتمام الصفقه احنا عندنا تو تارجت ديتس، عندنا يوم 14 مارس وده الجمعيه العموميه للبنك التجاري الدولي البائع الرئيسي، فاحنا بنحاول تميت نحقق في اليوم ده، بس اعتقد ان لو لان احنا الناس كانت في منها سافر وفي منها ما كانش مستني الموافقه، فاعتقد ان احنا ممكن الفتره تمتد لبعد كده باسبوع او حاجات كتير قوي، ولكن من المؤكد ان الاجراءات هتتم البدايه فيها والتقدم قبل يوم 14. قبل يوم 14، هل يعني هيتم طرح سي اي كابيتال في البورصه او هتطرحوا حصه مثلا في البورصه ولا هتعملوا ايه؟ وفقا للاتفاق بين البائع والمشترين، فتم الاتفاق على طرح هيتعمل اي بي او للشركه، والكلام ده احنا كنا مخططين ان هو يتعمل في 2017، يمكن للتاخير اللي تم في اتمام الصفقه يمكن يمتد الى سنه من 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 تنفيذ الصفقه، يعني بالكثير قوي الربع الاولاني من 2018. بس هتطرحوا حصه قد ايه؟ بتفكروا في طرح قد ايه يا استاذ محمود؟ لم يتم الاتفاق، ولكن هتكون نسبه اللي السوق يتقبلها، يعني النسبه لن تقل عن 30% ولن تزيد عن 49%.
هل ممكن سي اي بي يتخرج بقى من حصه تانية من مع هذا الطرح، او يتخرج من هو كده سي اي بي هيفضل له كام، 30% او اقل شويه؟ 30% وكل الشركاء سواء السي اي بي او الشركاء الجدد هيكونوا مطالبين وفقا للقانون بالاحتفاظ بنسبه محدده من مساهماتهم، وبالتالي فاحنا محددين ككل بنسبه اقصى ممكن انها تطرح، ولكن النسبه دي هتكون الحجم بتاعها مناسب جدا لبدء تداول شركه سي اي كابيتال في السوق. موقف الاداره التنفيذيه هيكون ايه؟ طبعا ده قرار المساهمين الجدد، ووفقا لما الاداره طبعا هي اللي كانت بتشجع على اتمام الصفقه، ولكن الاداره اداره محترفه، وده مفروغ تماما للمساهمين الجدد لاتخاذ القرار بشأنه. بشكرك استاذ محمود عطله رئيس تنفيذي لبنك الاستثمار سي اي كابيتال. زي ما انا قلت لكم الحقيقه دي كانت صفقه متعثره جدا. بنك السي اي بي بيحاول ان هو البنك التجاري الدولي بيحاول ان هو يعني البنوك كلها بتتجه انها تبقى بنوك التجزئه او بنوك الكوميرشال التجاريه، انها تبعد عن فكره الاستثمار او يكون لها اذرع استثماريه، وده اتجاه في العالم كله. الصفقه دي كانت متعثره بعد فتره طويله. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنكلمكم على قرار ترامب الجديد الذي وقع منذ دقائق قليلة أو منذ قليل، والذي استبعد العراق من الدول الست أو الدول السبع اللي هي كانت يعني محظور، وقفوا الفيزات ووقفوا دخول أفرادها إلى الولايات المتحدة. فاصل ونرجع.